أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام بكل خير، أهلا بكم إلى برنامج مع الحدث. مشاهدينا الكرام، سنخصصه هذه المرة في الحديث عن جمعية خيرية، هي جمعية جزائرية، جمعية البركة إنسانية، يشرك فيها إذا المنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم لتقديم المساعدات والإغاثات خصوصا لفلسطين وللشعب الفلسطيني وتحديدا لقطاع غزة. مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذه الجمعية أسعد باستضافة السيد محمد إسلام قرن، وهو عضو في جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة الكريمة. سيد محمد إسلام، لو نبدأ في الخوض في تفاصيل هذه الجمعية التي تنشطون فيها، تعرفنا بالجمعية عامة، تأسيسها، رسائلها، وبعد ذلك سنخوض في غمار التفاصيل. طبعا بداية تحية لكم ولكل مشاهديكم الأفاضل، رمضان شكرا كريم. شكرا. رمضانكم إن شاء الله، كل عام أنتم بخير وبالصحة وبالعافية. شكرا. جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني هي جمعية جزائرية وطنية، طبعا فيها جزائريون. عملها أهدافها هي العمل الإغاثي والإنساني، والهدف الأساسي يتركز حول القضايا العادلة في العالم، من الصحراء الغربية إلى مالي إلى فلسطين إلى بورما، كل أماكن فيها الصراع، فيها ظروفها صعبة جدا. فإحنا كجزائريين فكرنا أننا نتجه نحو الخارج كمؤسسة جزائرية، لأن وجدنا أن المجتمع المدني الجزائري يركز كل عمله في الداخل، فكانت فرصة أن نجتهد ضمن المجتمع الدولي. يعني أنتم الجمعية الوحيدة التي تنشط في الخارج؟ في بعض الجمعيات مثلا الهلال الأحمر الجزائري أو حتى جمعية العلماء المسلمين يقدمون بعض الإغاثات، بعض الإغاثات في الخارج، ولكن ليس تخصصهم الإغاثة في الخارج، فهم فقط ضمن جزء من برنامجهم، في حين البركة لا، كل برنامجها مركز حول دعم القضايا العادلة في العالم وتقديم المساعدات والهبات. وقمنا بمجموعة كبيرة من النشاطات في الخارج، في جنوب تركيا مع اللاجئين السوريين، في سوريا بالضبط بتنسيق مع السلطات الجزائرية وزرنا مخيمات اليرموك، كذلك في جنوب لبنان، في جنوب الأردن على الحدود، في فلسطين، في غزة عشرات القوافل بعثناها وشاركنا فيها، وكذلك حتى في الصحراء الغربية في الحدود مع الجزائر. سنتحدث عن المشاركات الخارجية. كنت قبل قليل أطلع على الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية، رأيت أنكم تنشطون في العديد من الدول الأخرى، مخيمات إلى ما غير ذلك، سنعود لتفصيل في الموضوع. المشاركة الجمعية في مسيرات العودة في فلسطين، سنركز في الشق الأول على المساعدات الفلسطينية التي تقدمونها خصوصا في هذه الأيام في شهر رمضان الكريم، خصوصا وأن قطاع غزة تحت القصف هذه الأيام، يعيش أيام مريرة نوعا ما. كيف يعيش الشعب هناك في هذه الأيام؟ صحيح، ممكن هو ستكلم لكم عن القافلة الدولية الذي قمنا بالمشاركة ضمن طاقمها. هذه القافلة هي أميال من الابتسامات رقم 36. طبعا آخر دخول للقافلة كان في رمضان 2018، هذه القافلة كانت مزامنة لبداية رمضان 2019، يعني بعد سنة. قبل 2018 في رمضان كانت قبل، يعني في رمضان 2018 كانت قد انقطعت 5 سنوات عن زيارة غزة لظروف غزة والحصار والمعابر، بالتالي كانت الخطوة الأولى في رمضان 2018، وهذه يعني الخطوة الثانية من 2003 2012 من 2012 حتى 2018 5 سنوات غابت كل القوافل ومنعت من دخول غزة لظروف يعلمها الكثير متعلقة بالمعبر والحصار. نعم، كانت المحاولات في رمضان 2018 بدخول 3 أفراد من الجزائر ضمن قافلة كذلك دولية، هي أميال الابتسامات رقم 35. هذه المرة كذلك بعد محاولات كبيرة تمت إعطاؤنا الموافقة بدخول غزة. كيف تأتي الموافقة؟ الموافقة ضمن قافلة أميال الابتسامات، الموافقة تأتي من السلطات المصرية، هي موافقة أمنية وكذلك من الخارجية المصرية من أجل الدخول إلى غزة، فيها تنسيق. أكيد نشكر إخواننا في مصر على هذه التسهيلات التي كانت سواء في مصر أو هنا في السفارة. قافلة أميال الابتسامات فيها أقل شيء 12 جنسية من بريطانيا، السويد، جنوب إفريقيا، من كذلك من كندا، جنسيات كلها أوروبية،
حتى من باكستان، من الهند، جنوب إفريقيا، يكاد يكون حضور العرب فيها في دولتين فقط، الجزائر والأردن. فالجزائر هي أكبر، الوفد كله فيه 41 شخص، الجزائريين كنا احنا 13 من الأصل 41، يعني شحال كانوا داخل القافلة من 40 الجنسية؟ 40 40 وحنا كنا 13 الوحيدين يعني. العرب احنا وكانوا الأردنيين معنا، حتى والأردنيين الأردنيين قبل قليل في الكواليس قلت حتى الأردنيين هم من جنسية فلسطينية، حتى الأردنيين هم فلسطينيين، يعني الجزائر جنسياتهم أردنية. تمثل العرب الوحيدة التي تمثل صحيح العرب. صحيح هذا. فالقافلة كانت هذه المرة بهدف واحد وهو القطاع الصحي في غزة. الاطلاع انكثب عن القطاع الصحي، قمنا بأخذ معنا مجموعة كبيرة من الأدوية، مستلزمات الطبية، كذلك الكراسي المتحركة وحليب الأطفال، لا سيما الحليب الأطفال المولودين حديثا، الرضع يعني الصغار حديثين. فاحنا ركزنا طبعا ضمن القافلة، كنا نحمل رسالة الأمة الإسلامية، لأن هؤلاء الجنسيات هم كلها أجنبية ولكن مسلمين، فكنا نحمل رسالة ود وحب وامتنان للشعب الفلسطيني، رسالة دعم ومساندة، رسالة تثبيت على قضيتهم. وقمنا بالاطلاع عن كثب عن الوضع الصحي الكارثي. لما دخلنا غزة طلعنا على الأوضاع الاجتماعية الكارثية، معدلات البطالة مرتفعة جدا، الناس لا يجدون ما يأكلون مثلا. كيف حال المستشفيات هناك، الأسواق؟ طبعا هو الوضع العام في غزة اجتماعيا وصحيا كارثي جدا. فالآن غزة تعيش حصار منذ 13 سنة، كان خلال هذا الحصار ثلاث حروب مدمرة في 2008 و2012 و2014، ثلاث حروب مدمرة. الآن الحصار بري وبحري وجوي، لا يكاد أحد يزور غزة ولا تدخل المواد والمساعدات، أصبحت منعزلة تماما. طبعا فهي أكيد بعد هذه السنوات الطويلة من الحصار تعيش ظروف سيئة جدا اجتماعية، معدلات البطالة مرتفعة جدا، الفقر ازداد بمعدلات مرتفعة، الناس لا يكادون يجدون ما. مثلا في أول يوم رمضان شخصيا قمت بزيارة أحد العائلات ضمن الوفد، فتم ضمن برنامج الوفد قمنا بزيارة العائلات والإفطار معهم. العائلة التي أفطرت معها لا يملكون إلا الشاي والماء، ليس لهم شيء، فنحن أخذنا بعض المواد والمساعدات تقسيم على العائلات حتى نشاركهم، مثل ما تشوفوا في الصور نشاركهم إفطارهم. الفطور احنا أخذناه نعم معنا، نلاحظ على الصور لا يملكون. العائلة ولا هذه مثلا جزء، هذا جزء من العائلة، وهذا الأكلات اللي أخذتوهم معكم كانت في ضمن القافلة ولا قمتم طبعا باقتنائها؟ لا، اقتنائها هذا في غزة، في شرائها غزة. في غزة وتوزيع العائلات. فعائلة كما ترون عائلة بسيطة جدا فقيرة، كما ترون البيت لا يجدون شيء، لا أثاث، هذه البيوت لا ماء لا كهرباء، بيوت فقيرة وسكانها فقراء جدا لا يملكون شيء. فكنا رسالتنا هو تخفيف معاناة هؤلاء أو مشاركتهم، أن إخوانكم في من غير فلسطين يهتمون بكم وهم يساندونكم ويدعمونكم يعني. وكيف يتلقون هذه المساعدات خصوصا وأن العلاقة بين الشعب الفلسطيني والجزائري علاقة وطيدة جدا؟ صحيح. كيف يتلقون هذا بحب؟ أكيد أكيد هم إخواننا في غزة، أي واحد يزورهم في ضمن الحصار شيء كبير جدا. تخيلي أنهم يستقبلون في ساعات متأخرة من الليل، يقومون بكل إجراءات السفر في معبر رفح من الجهة المصرية الفلسطينية، طبعا عشرات الناس يستقبلوننا حبا ودعما، لأن من غيرنا لا أحد يستطيع دخول غزة، ما فيش وفود، ما فيش قوافل، بالتالي فما بالك أن تكون جزائري. والله العظيم عشرات الدعوات على فقرهم وعوزهم وظروفهم السيئة، يجوا للفندق يبحثون الجزائر من أجل أنهم يعرضونا ويدونا معهم ديارهم باش نفطروا. بالتالي أنا شخصيا كنت نشوف عشرات الحالات، وحتى نستأذنهم ما نقدروش، نقول لهم احنا رانا ضمن وفد ما نقدروش، كل واحد نخصصوا له وقت. مع ذلك أعدادهم كبيرة جدا يعني، سبحان الله، يحبوا يجوا يتعرفوا عليكم يحبوا يعرفونا وكذا. جزائريون فرحانين، العلم تاع الجزائر حاضر في الحراك في الجزائر، هم متابعين هذا الموضوع، يحسوا باللي الجزائريين يحبوهم اكثر من غيرهم. حضور الجزائر كذلك موجود حتى في مسيرة العودة في فلسطين، العلم الوحيد الذي يرفع هو علم الجزائر. نعم نلاحظ هذا في الصور. نعم. في مسيرة الجمعة، في مسيرة الفلسطينية. لو نعود في الحديث عن ماذا يوجد داخل القافلة تحديدا، لننتقل إلى شق آخر من النقاش، قلت لي أدوية، أكل، أفشة، نعم، حليب.
هذا الذي أخذته القافلة معها عن طريق المعبر. أخذنا بعض المستلزمات الطبية، أدوية طبية، أدوية نادرة خاصة بالأمراض السرطانية والوراثية وغيرها، الأدوية التي ممنوعة، لأن في فلسطين كما قيل لنا في القطاع الصحي أنه حوالي 380 نوع من الأدوية ممنوع من دخول غزة، لأنهم يخافون من استعمالها في أشياء في أشياء أخرى، بالتالي هي ممنوعة. احنا أخذنا بعض الأدوية السرطانية، الأدوية النادرة، أخذنا الحليب الخاص بالأطفال المولودون حديثا، لأنه حليب خاص كثير الطلب طبعا، ربما كثير يعني كل ما أخذناه لا يكفي، ولا يعني لأن أعدادهم كبيرة جدا. أما داخل قطاع غزة قمنا طبعا مع شهر رمضان، احنا كجزائريين جمعيتنا جمعية البركة قمنا بتوزيع تقريبا 7000 قفة رمضان، سلة غذائية كما تشاهدون في الفيديو. هذه مساعدات جزائرية ليست ضمن القافلة، محضة يعني. محضة. هذا مثلا جمعية البركة تنظيم هذا العمل. هذه عبارة عن ماذا؟ هذه مساعدات غذائية، وزعناها زيت سكر دقيق، هم عندهم الأرز أكثر استعمالا، قمنا لأنه بتوزيع سهل الطبخ طبعا. ثم الأرز هو الأقل ثمنا والأكثر استعمالا، فهذه مساعدات جزائرية، هي مساعدة إخواننا في الجزائر، أموال إخواننا ودعم ومساهمة جزائريون طبعا. قمنا تقريبا في هذا اليوم الأول في رمضان بتوزيع مجموع القفف هذه تقريبا 7000 قفة، بالتالي استفاد منها 7000 عائلة. مع ذلك يكاد يكون رقم ضعيف جدا في غزة، لأن الطلبات كبيرة والفقر متسع بشكل واسع. فمثل غيرنا اللي كنا ضمن القافلة قمنا بهذا. هذو أفراد جزائريون، هذا كل اللي لابسين هذا الجيلي الأسود هذا مع الجيلي. الأخضر نعم. جزائريون، هذا كل جزائريون، 13 شخص اللي شاهدوا وشاركوا في، إضافة إلى توزيع بعض الكفالات الأيتام. عندنا كذلك تقريبا 600 يتيم في غزة، أيتام مش أيتام عاديين، هم أيتام لأباء توفوا في الحروب، تحت في القصف، القصف تحت أبناء مجاهدون ومقاومون عن القضية الفلسطينية. كنت سأتحدث عن أثناء القصف، هل أنتم تكون نوعا ما متواجدون في الأماكن الحساسة، الأماكن التي يكون فيها صراعات، ولا تكونوا بعاد، ولا تأتون بعد ما يحدث القصف إلى ما غير ذلك للمساعدة وإغاثة المصابين؟ طبعا دخولنا كان يوم الخميس، والخميس القصف الأخير بالنسبة لل نعم، كان دخولنا يوم 2 ماي. الجمعة شاركنا كذلك مساء بعد الجمعة ضمن مسيرة العودة، لاحظنا أن كثب هذه المسيرة العودة المطالبة التي تضغط على الكيان الصهيوني في الحدود ليبدأ القصف مساء يوم الجمعة. فإحنا كوفد كنا شاهدنا بأم عيوننا يوم السبت والجمعة قصف كثيف على غزة. صح أن الظروف الأمنية لم تساعد، لم يسمح لنا بمغادرة الفندق للظروف الأمنية، والقصف يستهدف أي متحرك سواء كان سيارة أو شجرة، يعني ما يفرقوش أو مدني أو عسكري. بالتالي الوضع في غزة أثناء القصف قد يكون ينعدم أو يشل قطاع غزة كله. مع ذلك احنا بعد القصف يعني بعد يوم السبت والأحد، يوم الاثنين قمنا بزيارة الأماكن التي استهدفت، ولاحظنا بأم عيننا أن الأماكن المستهدفة أماكن مدنية. أنا شخصيا مثلا زرنا 4 أماكن، زرنا بناية من 4 طوابق تم قصفها، هي 4 عائلات مدنية، يعني مواطنون عاديون عاديين جدا، 4 أسر في كل طابق أسرة تم استهداف بنايتهم. كذلك زرنا ببناية أخرى 6 طوابق تم إسقاطها بالكامل، هي ما بين سكنات وكذلك محلات تجارية. قمنا بكذلك زيارة ثالثة لمبنى آخر من 4 طوابق، وهو مبنى لمؤسسات مدنية أجنبية لا سيما تركيا، يعني تركيا. وكذلك كان قريب من الفندق مثلا كشك بسيط جدا ممكن عامل فلسطيني بسيط تم استهدافه قريب من الفندق، يعني كان مقابل لنا، هذا تم استهدافه بصاروخ صباح يوم الاثنين، يعني اليوم الأول من رمضان، وهو كشك بسيط جدا طبعا، ليس مكان عسكري ولا مكان ولا منصة إطلاق صواريخ، ولا مكان مدني يشغله شخص بسيط جدا تم استهدافه هذا. بالتالي تلك اليومين الذي رأينا فيها القصف، رأينا فيها ترويء الآمنين والأطفال، صعب جدا أن تعيش تلك حالة الظروف، رعب يعيشها الأطفال، هم من يعيشون حالة الرعب أكثر من غيرهم، لأن في أصوات لطائرة، أصوات كبيرة، وكذلك في قصف جوي وقصف بحري. ف
فالأطفال هم أكثر الناس المتضررين من الأوقات التي يكون فيها القصف. هذه اللي عشناها يومين. الأمر الآخر هو استهداف المدنيين بقوة، استهداف السكنات المدنية، واستهداف كل متحرك في غزة. هذا في اليومين، ثم جاءت الهدنة أو هدنة توقيف. يعني تأتي الهدنة في أيام ويعود القصف من جديد. الهدنة احنا طبعا عملنا إنساني خيري، مع ذلك الهدنة هي تأتي بعد، لأن إخواننا في فلسطين حتى هم يقاومون بقوة. فهذه كذلك رسالة أمل، نرى كثير من الصواريخ صاعدة من غزة. جميل. باتجاه كذا، وهذه الصورة بالنسبة لنا يعني يأتي الرد. هي صورة أمل صراحة. والمقاومة في فلسطين، إخواننا يقاومون رغم الحصار والحروب والضغط والعقوبات، إلا أنهم يطورون قدراتهم العسكرية ويقاومون ويرفضون العدوان الغاشم، ويرفضون الظلم، ويصبحون رجال إطفاء، ويصبحون رجال إغاثة، ونشاهدهم على الفيديوهات. طبعاً الجميع كله منخرط في عمل المقاومة، ولا واحد يقبل بهذا الظلم الذي يقع عليه. هذا ممكن جزء الذي بسببه يحبون الجزائر. يقولون أنتم في الجزائر تعرضتم للاستعمار الفرنسي الاستيطاني. فرنسا دخلت الجزائر بنية أنها لا تخرج. كنت تقول باللي الجزائر جزء من فرنسا. فأنا عارفين أن أنتم أدرى وأكبر ناس عارفين بمعاناة أن تكون مستعمر من طرف استعمار استيطاني. المصيبة لمت الشعبين. صحيح. بذلك هم متأثرين بالتجربة الجزائرية وبثورة نوفمبر وغيرها. يعني من بين الأهداف كذلك تقديم الخدمات الإنسانية، أهداف الجمعية تقديم الخدمات الإنسانية، هناك كذلك رعاية الأرامل والأسر وكفالة الأيتام، التدخل في الكوارث الإنسانية، توفير الغرف الطبية العامة والمتخصصة، وكذلك إقامة الدورات التدريبية في الجزائر. نعم طبعا، لا أغلب هذه الأهداف هي في الخارج في الأماكن. طبعا هذه المساعدة التي نقدمها والكفالات كلها لا هي في الخارج، لكن دورات تدريبية التي نعم في الجزائر عندنا دورات تدريبية في الإغاثة، في العمل الإنساني، التسويق الإعلامي، توعية الشباب نعم بالقضايا العادلة، في بورما، في جنوب، في شمال مالي، في فلسطين، في أي مكان للتوتر، أي بؤرة للتوتر في العالم، يعني يفرز قضايا إنسانية إلا وعندنا اهتمام بها وتركيز عليها. بالتالي نقدم هذه الدورات كذلك لكل منضمين للجمعية من أجل رفع مستوياتهم وأفكارهم وتطوير قدراتهم في معرفة ما يدور حولهم من قضايا، لا سيما في العالم الإسلامي. المشاركة، نتحدث الآن عن المشاركة الدولية للجمعية في تركيا. كان هناك ملتقى الأمل للإعاقة. نعم صحيح. قطاع الصحي في فلسطين كذلك، تلجؤون إلى المخيمات في جنوب لبنان في تركيا. نعم. تحدث عن مشاركتكم الدولية، تجدون طبعاً صعوبة مثل فلسطين ولا؟ أكيد هو هناك غيرنا في العالم من يشتغل على هذه القضايا الإنسانية، فنحن ننسق معهم. هذه الملتقيات الدولية التي تقام في مثلا تركيا ولا في لبنان ولا في مصر، يشارك فيها العرب، يشارك فيها مؤسسات تشتغل في فلسطين، فنحن ننسق معها ضمن توحيد الجهود، مثل أميال الابتسامات. احنا ننسق هذه المنظمات الدولية طبعا وليست عربية، دولية، ننسق معها من أجل العمل في فلسطين. فمثلا الماليزيين والأندونيسيين والتركيين في علاقتهم مع إسرائيل لهم الحق بالدخول، على عكس نحن، فنقوم بتنفيذ بعض المشاريع معهم. مثلا في الأتراك يعني نستعملهم كوساطة. نعم كوساطة أو كشركاء معنا في العمل من أجل فلسطين، فهم لهم الحق في دخول مثلا عن طريق إسرائيل، لا سيما اللي عندهم جنسيات يعني أوروبية. تقدمون المساعدات، فنحن نقدم المساعدة لهم وهم ينفذونها داخل فلسطين باسمنا يعني. وأما في غزة لا، في غزة نحن نقوم بذلك. فجمعيتنا البركة عندنا مكتب، فاتحين مكتب للبركة في غزة، هو من يقوم بتنفيذ أي مشروع من مشاريعنا في غزة، سواء كان مشاريع اجتماعية، حملات إغاثية. احنا مثلا نشتغل على 5 حملات في العام، في رمضان، ثم كسوة العيد، كذلك في عيد الأضحى توزيع لحوم، ثم في الدخول المدرسي، ثم شراء المستلزمات المدرسية إلى غير ذلك، ثم في رمضان في عز الشتاء كذلك قفاء. هذه الإغاثات الموسمية. هذا نشتغلها أولا. رقم 2 هي الكفالات،
هي منح نقدمها للعائلات، لا سيما عائلات الذي الكفيل بالعائله اللي هو الرجل يكون اسير، فتعرف الاسر في سجين في عند اسرائيل، لان كثير محكوم عليهم ب 20 سنه 30 سنه سجن، فيترك عائلته وزوجته وابنائه، فنقدم لهم كفالات. هناك كيف تتعرفوا على هذه العائلات؟ طبعا بالتنسيق مع الجهات الرسميه في غزه، فموجود وزاره الداخليه في غزه، وزاره الخارجيه، وزاره التضامن، هم اللي يعطونا قوائم ويعطونا الارقام والهواتف وينسقونا معنا في هذا الاطار. هناك كفالات للايتام، فغزه الحروب التي مرت على غزه خلفت مئات الالاف من الايتام، وشعب في غزه شعب عندهم اولاد كثير كما يقولوا احنا، هما اكثر انجابا، فتلقى الرجل يقول لك عندي 7 و10 و12 ولد، اذا استشهد كلهم صغار، يعني كلهم صغار، اذا استشهد فهو يترك اقل شيء 7 8 ايتام، بالتالي عدد الايتام كبير في غزه. نقدم كفالات ايتام للاسر اللي فيها ايتام. شق اخر ثالث هو القطاع الصحي، نساهم كذلك بمجموعه من الحملات الصحيه والدعم الصحي. الموضوع الرابع هو بناء بعض الاوقاف في غزه. ممكن الناس ما يعرفوش ان الجزائريين عندنا اقل شيء 17 مشروع اعمار، عندنا ثانويه. اي كنت ساتحدث عن مشروع الاعمار، تفضل. جيد. طبعا احنا عندنا مثلا ثانويه، انا عندي فيديو على الثانويه، ثانويه بناها جزائريون 100% دعم جزائري، تعتبر نموذج في غزه. فيها 1000 طالبه، هي ثانويه للبنات. تخيلوا أن الجزائريين بنين مدرسة أو ثانوية في غزة بأموال جزائرية فيها 1000 طالبة. 1000 طالبة تعتبر هي الثانوية الأولى في غزة، في المستويات، في مستوى النجاح وكذا في غزة. عندنا مدرسة أخرى ثانوية سميت على رجل جزائري مساهم وداعم للقضية، والشيخ محفوظ نحنح، هذا الرجل الذي كان يحب فلسطين وعنده علاقة قوية بفلسطين. عندنا كذلك مدرسة ابتدائية أو أساسية، نصف هي مدرسة للأيتام، والقانون في فلسطين لا يسمح بتأسيس مدرسة فقط للأيتام حتى يخرجوهم من ذلك، فيجيبوا لهم طلبة عاديين اللي ينخرطون معهم ويتأطرش نفسيا. صحيح. هذه المدرسة الابتدائية هي أفضل مدرسة في غزة، ولكن الإعمار هو جزائري، البناء جزائري. أما الطلبة والأساتذة والمعلمين هم فلسطينيين طبعا. أكيد. هذه المدرسة تسمى البشير الإبراهيمي، الشيخ البشير الإبراهيمي، هذا شيخ فلسطين كما يسمى في غزة، وهذا من علماء المسلمين سميت عليه هذه المدرسة. عندنا مشاريع أخرى، عندنا مشروع كبير هو مركز تكوين مهني للشباب الذي عاطلين وكذا، يسمى مركز أبي مدين شعيب سيدي بومدين في تلمسان، فيسمى سيدي بومدين التلمساني. فهذا مركز في غزة. لماذا؟ لأن سيدي بومدين التلمساني اللي مدفون في تلمسان عنده أوقاف في زمانه في القدس. فعرفانا لهذا الرجل الذي عاش وقت صلاح الدين وعنده أوقاف مغاربية في القدس، فسمينا عليه هذه البناية، هي مركز تكوين. كذلك نملك منشآت أخرى، مثلا عندنا مركز يسمى مركز الطبي فضيل إسكندر، هو من رجال من العلماء ما في المدية، فسكان المدية عملوا مشروع باسمه يسمى مشروع مستوصف في غزة كذلك. مستوصف في غزة كذلك، داعمين من ورقلة من حاسي مسعود، عندهم عن طريق البركة عندهم مشروع في غزة يسمى مشروع حاسي مسعود، هم فكر بهذا الاسم طبعا، مشروع مركز حاسي مسعود الطبي كما في الصورة. نملك كذلك مشاريع أخرى، مثلا مشروع عبد الحميد بن باديس، وهو كذلك مركز تكوين، لأن بعد الثانوي للشباب صعب جدا، تكاليف جدا في الجامعة، فهم يتوجهون إلى التكوين ويكون أقل تكلفة، أو إحنا المراكزنا تقدم هذه الخدمة مجانا طبعا. جميل. كذلك نملك مشاريع أخرى، مستوصفات، عندنا مستوصفات، عندنا 3 مستوصفات في غزة، وعندنا مدرسة قرآنية، وكلها تحمل أسماء جزائرية، علماء ومجاهدين جزائريين. جميل طبعا. هذا في خصوص الإعمار. وكذلك الآبار، أقل شيء في غزة حفرنا على أقل تقدير 12 بئر. جميل جدا. كيف ترون المشاركة الشباب الجزائري معكم في الجمعية؟
ممكن من حسن حظي انا كنت الشاب الوحيد في الوفد، كل الاخوه اللي كانوا مشاركين في الوفد جزائريون هادو داعمين ومحسنين كانوا كبار في السن، انا أنت كنت الشاب الشاب الوحيد الوحيد الصغير. بينهم وامثل شباب الجزائر، وبعثت برساله الى شباب غزه لان الجزائر ما زالت حاضره كذلك عند شبابها، حاضره في الوجدان وحاضره كذلك في القلوب وحاضره في الجيوب يعني حتى في الدعم. طبعا كان هناك اهتمام خاص بحضور شاب ضمن الوفد، لان حتى الوفد كاملا، الوفد يعني جنسيتهم اوروبيه، الوفد كاملا تقريبا كنت انا شاب فيهم. كانت تجربه رائده، كانت جميله طبعا. عشت اوضاع غزه عن قرب، كما تعرفون ان غزه لها خصوصيات خاصه، أكيد. فلسطين هي مكان مقدس، فيه مكان عنده خصوصياته عند المسلمين. طبعا شعور، انه شعور لا ينسى وذكريات لا تمحى وانت تزور فلسطين، تعيش ظروف خاصة جدا وانت معتقد انك تعيش حقا في ارض الرباط، ارض المقاومة، ارض الدعم، ناس صامدون، ناس على ظروفهم السيئة جدا مع ذلك عايشين يتحدون يتحدون كل الظروف. الظروف. واحدة من الامور التي لاحظتها انه أنا كنت راح أقول لك كاش أحد من الظروف عشتها وقعدت راسخة في ذهنك. شوف، واحدة من الأمور أنه مثلا بعد القصف يعني السبت والأحد، يوم الاثنين وأنت تمشي في غزة وكأن لا شيء، ظروف كانت يوم الاثنين هو اليوم الأول سبحان من الله رمضان، تعودوا. ناس عاديين يمشوا برا ويتسوقوا حسب ما عندهم من إمكانات، وكأن لم يحدث شيء، عاشوا تلك الفترة وخلاص، ومرت يومين من الحرب والتصعيد، عايشين حياتهم طبيعي جدا وكذا. الأمر الآخر هذا هو الصمود وهذه صحيح، هي المقاومة الحقيقية. هذا واحد. الأمر الثاني هو زيارتي للمدارس، زرت 3 مدارس اللي هي مدارس جزائرية، شفت الأطفال في عيونهم أمل كبير، فرحانين وكأن ما فيش قصف، كانت مزامنة للامتحانات، يحضروا نفسهم للامتحانات. وممكن الفيديو، انا عندي مجموع الفيديو، يعرفوا النشيد الجزائري جزائري خاصة المدرسة الجزائرية، فالعالم الجزائري موجود، هم عارفين هذا. البشير الإبراهيمي مثلا فيه سيرة كاملة للشيخ موجودة في الحائط من الطابق الثاني للأول، يعني كبيرة. في نفس الوقت واضعين كلمات للشيخ البشير الإبراهيمي في كل مكان، مدرسة ابتدائية، فرحانين بينا، فرحانين كذا. وجدوا لنا عروض، يعني عروض للأطفال، عروض مسرحية وكذا، وكأنهم مش عايشين تماما تلك الأجواء. حقا جميل. هذا وكيفاش شعور كان استقبلوا غريب. رمضان؟ كيفاش العيد؟ جوزتوا معهم العيد السنة لا، الماضية؟ لا. العيد العام اللي فات، نعم صحيح. كيفاش كان أجواء العيد؟ طبعا شوف، باستثناء الفلسطينيين، في الأمة كامل ما كانش اللي يستقبل رمضان بالشهداء. تخيلي أنه الأحد والاثنين كان القصف، والسبت والأحد كان القصف، والاثنين رمضان. رمضان الوحيد في الأمة الإسلامية في فلسطين اللي يكون بالدموع، يكون بالشهداء مثلا. مع ذلك تلقاهم صابرين، محتسبين، صامدين، مش راضين، صح مش راضين بالظرف العام، ولكن صمودهم موجود، قوتهم موجودة، وكأن عايشين مشروعهم، معتقدين أنهم حقا عايشين مشروع حقيقي يناضلون من أجله. أنتم كجمعية كذلك تدعون لمشاركة الناس معكم في الجمعية والانخراط. نعم صحيح، احنا نعتبر ان جمعيتنا هي وسيلة لفعل الخير في فلسطين، ذلك رسالتنا لكل اخواننا، لكل الداعمين والمساهمين عن طريق جمعيتنا، التقرب منا للتعرف على ظروف اخوانكم في فلسطين وتقديم المساعدات الضرورية. فاخوانكم، اخوانكم الان في حربهم مع اسرائيل، مع الكيان الصهيوني، هم ينوبون عن الامه جميعا في الدفاع عن المقدسات، لان المسجد الاقصى وفلسطين ليست للفلسطينيين، هي للمسلمين جميعا، وهم صحيح. الان ينوبون عنا في الدفاع عن هذه المقدسات، ويقولون لنا لا نحتاج رجال ولا نحتاج مجاهدين، وبالعكس نحتاج دعمكم، نحتاج مساهماتكم، نحتاج وقوفكم معنا، حضور القضية في مناسباتكم، في إعلامكم، في نشاطكم العلمي الأكاديمي. يفرحوا لما يسمعوا بلي درنا نشاط ولا درنا حاجة. حتى مثلا قلت لك حضور العلم في الحراك هو بالنسبة لهم دعم، يعني الناس كان غيرهم رغم انشغالهم بظروفهم الداخلية في بلدانهم، إلا أن فلسطين حاضرة
ويقولوا فلسطين الشهداء، فهم فلسطين صحيح الشهداء قالك سمعناها غير عندكم في صحيح الجزائر في فلسطين. نعم الملاعب وفي صحيح. صحيح. ككلمة أخيرة قبل الختام، ممكن الجمعية تطمح إلى مشاريع لم تتحقق بعد إن شاء الله إن شاء الله. كرسالة نعم في ظل هذا الشهر الفضيل، وبالنسبة للعمل التطوعي الخيري، مشاريعكم التي تطمحون للوصول إليها في كلمة أخيرة؟ في كلمة أخيرة، بداية أتمنى إن شاء الله أن تكون رسالتنا كقافلة حب وود وامتنان ودعم أن تكون وصلت لكل البيوت في فلسطين، وكذلك لكل الداعمين والمساهمين في الجزائر، حتى يطمئنوا أن حقيقة مساعدتهم وصلت ودعمهم وصل. وكذلك هي فرصة وكلمة أخيرة من أجل دعوتكم جميعا للمساهمة في تخفيف معاناة إخوانكم في فلسطين، في تخفيف آثار الحصار، آثار العدوان والحروب المدمرة، 3 حروب مدمرة، التخفيف معاناتهم ومشاركتهم. هناك كثير من المشاريع تنتظر، أتمنى من الجميع أن يساهم معنا في هذه الحملات الإغاثية والإنسانية، لا سيما أنها في أرض الرباط، أرض فلسطين. شكرا محمد إسلام قرن، أنت عضو في جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، أكيد أنتم مأجورون على من عند الله عز وجل على هذا العمل الخيري الذي تقومون به. نتمنى الخير للشعب الفلسطيني والحرية وكذا السلام في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج مع الحدث، شكرا على المتابعة، في أمان الله. بارك الله.